هو روائي ومفكر وناقد أدبي كردي، اشتهرت أعماله عن محاكاة الوضع السياسي الكردي في العراق، تحديداً قضية الأنفال. تعالوا ويانا أعزائي المشاهدين حتى نتعرف على بختيار علي محمد. ولد عام 1960 في السليمانية وأنهى تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم التحق بجامعة السليمانية واشتهر بأول نص له بعنوان بشتماني. أصدر عدة روايات منها رمانة العالم الأخيرة، موت الوحيد، مساء الفراشة، مدينة الموسيقيين البيضاء، الغزلي وحدائق الخيال، غيوم دانيال، قصر الطيور الحزينة، وسفينة الملائكة، بالإضافة إلى إصداره مجاميع شعرية عديدة. ولا يفوتنا أن نذكر أن بختيار علي أبدع في مجال النقد أيضا، ويمكن اعتبار مقالته النقدية كلام في حاشية الصمت التي نشرت عام 1989 بداية جادة لتأسيس مشروع نقدي مهم في الثقافة الكردية، ولأهمية النتاجات النقدية والشعرية والروائية لبختيار. أقدمت مجلة رامان عام 2000 في كردستان إصدار ملف خاص عن أعماله الأدبية، حاز على عدة جوائز أهمها نال عام 2017 جائزة نيلي زاكس الأدبية في ألمانيا، منحها له محافظ مدينة دورتموند الألمانية، ويعتبر أول كاتب كردي ينال هذه الجائزة كممثل لأدبيات الشرق الأوسط. أتمنى أن تكون الحلقة قد راقت لكم. تحياتي.